في يوم الطفل العالمي احتفلت مؤسسة روح الوطن بالشراكة مع مستشفى الثغر وفريق المملكة التطوعي بيوم الطفل العالمي، وذلك برعاية رجل الأعمال مبارك السلمي وبحضور الأميرة دعاء بنت محمد. وتهدف هذه المبادرة إلى عدة أمور تصب في مصلحة الطفل، من أبرزها تفعيل يوم الطفل واكتساب الثقة بالنفس وتعزيز الترابط بين الأسرة. بنجتمع احنا اليوم للاحتفال بيوم الطفل العالمي، وبتستضيفنا مؤسسة روح الوطن، وهي مؤسسة قائدة ورائدة في جميع المجالات اللي بتخدم مجتمعنا ولله الحمد. الأخت أسماء اليوم ما شاء الله عليها نظمت حفل جميل للاحتفال بيوم الطفل، و يعني وكان شفت وأنا داخلة أشياء كثير لها علاقة بالتطوع وبالمبادرات الجميلة البناءة في مجتمعنا، فصدقا احتفالية جميلة وأتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. اليوم احنا في الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تأتي هذه الفعالية ضمن تحقيق رؤية مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، وفي ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين تم الاهتمام بكل ما يخص الطفل من قبل حكومتنا الرشيدة، وبالأخص فيما يخص الجانب التعليمي والصحي. تضم فعاليات المؤسسة ركن التصوير وركن الرسم الذي ينمي مهارة الطفل، وركن فريق المملكة التطوعي الذي بدوره قد ساهم بتقديم وجبات للأطفال. هذه لوحتي حقت معرض الخيل وشاركت فيها، وهذه لوحتي التجريدية، وهذه اللوحة كانت خلفيتها سودة وقلت خلينا أسوي فيها فكرة، سويت فيها كذا وردة. إحنا اليوم مشاركين مع مؤسسة روح الوطن ومؤسسة أسماء في اليوم العالمي للطفل، طبعاً قدمنا وجبات وقدمنا ضيافة وقدمنا هدايا للأطفال. احتوت الفعالية مشاركات صحية وترفيهية وثقافية. اليوم في اليوم العالمي للطفل، وأنا جداً جداً سعيد في هذا الكرنفال الكبير في هذه المنطقة الحبيبة، شفنا الشيء ولازم نقف على هذا الشيء الجميل اللي يتطلب منا أن نكون يداً واحدة، وأكيد مدعومة من لدن حكومتنا الرشيدة. حقيقة أهني الطفل وأهني كل أطفال العالم باليوم العالمي للوطن، طبعاً مستقبل أفضل لكل طفل. اللي يتزامن دائما عادة في هذه الأيام الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وذلك مساواة لحقوق كل الأطفال. عبارة جميلة أقدر أقولها، أتمنى إن أرجع طفل حتى لا أنافق لا أكره لا أحقد، وأرى العالم كله بمنظر جميل. اليوم طبعا عندنا مشاركة في اليوم العالمي للطفل، شاركنا بحضور جميع الجهات اللي كانت مشاركة برعاية الأميرة دعاء بنت محمد، ونشكر المنظمين على هذا الحفل، كان يوم حلو وجميل كل المعالي. اختتمت الفعاليات بأوبريتات غنائية، ثم بعدها كرم الرعاة والمشاركين والمساهمين في نجاح الفعالية. تعزيزا لأهمية ومكانة الطفل في المجتمع، يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر كل عام، وذلك نظرا لأهميته البالغة والإيجابية على الطفل بشكل خاص وعلى الأسرة بشكل عام. أسامة راحل لقناة إقرأ جدة.